ابي احمد بيبيع الكلام حسب الجهه. احنا طبعا يعني دخلنا اجتماعات المفاوضات دي كتير يعني، وعادي انت بتبيع يعني، انت الشخص الداري يحقق الهدف بتاعه بيغني حسب المستمع يعني. فهو لما يقول لناس يعني سيسي انتوا والله انتوا كسودانيين حقوا تتبنوا القضايا دي يعني، ما تمشوا مصر. وهي دي الفكره يعني، انه والله يا اخي انتوا ما تسمحوا لمصر تمشي، ما تتدخل في القصه دي. والكلام ما بيتقال مباشره كده طبعا، ما بيتقال بالوضوح ده، لكن بيتقال بالاشارات دي، انه والله يتحملوا مسؤوليتكم كسودانيين. هو هي المشكله وين؟ هو الجلب الدور المصري شنو؟ ما مصر جاب القلق على مصالحها الاستراتيجيه يعني في الجوار يعني. وده طبعا ده شيء طبيعي. ما يعني يا سي انت قبل كده ضربنا مثل بروسيا، قلنا روسيا واوكرانيا دي العلاقه بيناتهم احسن ما يكون، الى ان نجحوا الاوروبيين في انهم يغيروا النظام السياسي في اوكرانيا ويجيبوا رئيس موالي لهم. اصلا هو ما كان في المسار السياسي، زول كان ممثل وكان في المسرح وكده، جابوا بدا يحقق المصالح الاوروبيه على حساب الامن الروسي. وفي النهايه ده ادى الى ان روسيا تفكر في انها تبتلع اوكرانيا كلها. دي ردود الفعل الطبيعيه في جغرافيا الجوار يعني، ده شيء طبيعي. فانت لما تجي مبادره او تكون في قوه وطنيه سودانيه، القوه دي تستجير بالاليه الرباعيه عشان فقط هي تظل في السلطه، وفي مقابل انها تظل في السلطه تحقق للاليه الرباعيه دي كل مصالحها على تضاربها، على تضارب المصالح بين السعوديه والامارات وبين السعوديه وامريكا، على تضارب هذه المصالح هي تحقق لها، وعلى انه المصالح دي مباشره حتؤثر على الامن الاستراتيجي المصري، وبالتالي مصر حتدخل في، فالعله انت ما بتناقشها من منتصفها، انت بتناقشها من بداياتها. فبداياتها انه في مشروع اقليمي فرض على الجغرافيا السودانيه وبيثير قلق. ما هو الموضوع ده ما مصر بس، ما هو السياسيه دخلت في الخط، لانه مصر دخلت في الخط. بعد شويه التشات حتخش لك، بعد شويه اللي حصل في افريقيا الوسطى ما بعيد من الترتيبات الحاصله هنا، بعد شويه انت اذا ليبيا انتبهت او اذا الكتله السياسيه في ليبيا انتبهت برضه وطلعت من مشاكلها الخاصه برضه وده اللي حيحصل. انت في النهايه عملت السودان مسرح، فالمصريين شغلهم ده فعل. ليه؟ انه هم حاسين بقلق من ترتيبات بتحصل في الجوار بتاعهم. مثلا السعوديه اتحركت ضد اليمن ليه؟ في فتره من الفترات اتحركت ضد اليمن، حاسه انه والله يا اخي الايرانيين بيهددوا امنها الاستراتيجي في العمق اليمني، في الجوار اليمني. وده شيء ماشي طبيعي، ده رد فعل طبيعي. فبيعملوا في المصريين فيما يدور في الجغرافيا السودانيه ومحاوله فرض مشروع اقليمي ودولي، ده رد فعل مفهوم، ما بنقول مقبول، بنقول مفهوم. ومجيء ابي احمد هو ترى يعني هو تداعي للتدخل الاقليمي في السودان والتدخل الدولي في السودان. وبعد شويه اثيوبيا ومصر ممكن ما يحتربوا في جغرافيتهم، ممكن يحتربوا في الخرطوم، زي ما ممكن بعد شويه مصر واسرائيل ما يحتربوا في جغرافيتهم، ما يحتربوا في سيناء، يحتربوا عندنا في شرق السودان. عشان كده احنا قاعدين نتكلم باستمرار وباللغه العنيفه دي، انه يا اخوانا الذيال المستعمر الموجودين حيجروا السودان الى كارثه، حيجروا السودان الى مشكله كبيره جدا، في ظل الدور السلبي للقيادة العسكرية، وفي ظل إصرار هذه القوى الشحيحة في أنها هي تمشي في إطار أنها تشتري كراس السلطة، أنها تبيع الموقف الوطني وتبيع الكبرياء الوطني كله يعني.